الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله إخواني الكرام، وأهلا وسهلا بكم. احنا كنتواجدوا مدينة سلا باب شعفة، شقق ممتازة روعة، كاين اير بليس دو كما كتلاحظوا من وراي دابا حاليا، هذوك الشقق فيهم اير بليس دو. كل شقة قد يعطيكم المساحة ديالها، والثمن ديالها إخواني الكرام كيبقى دائما قابل للتفاوض مع صاحب العقار. غادي نشوفوا الشقق إخواني الكرام، وربي الحمد لله والصلاة والسلام. هذه الطريق إخواني الكرام اللي كتجي من لاكار، يعني الطريق ديال لاكار ديال المدينة ديال التران، وغادية كما كتشوفوا حاليا البحر هي هذيك، هذاك هو البحر، وكتمشي سيدي موسى طريق الوطنية. تبعوا معايا إخواني الكرام، والشقق اللي كتلاحظوا هما هادو كما كتشوفوا اير بلس دو. كاين شقق إخواني الكرام فيهم 107، كاين فيهم 81، كاين 83، كاين 71، كاين 136، يعني كل واحد كياخذ قد المستوى ديالو. موقع ممتاز ورائع كما كتلاحظوا إخواني الكرام. حنا كما قلنا الشارع اللي كيجي حاليا هو هذا من لاكار ديال التران، وكيجي غادي البحر، يعني قريبة البحر، قريبة التران، قريبة جميع المرافق العمومية. وهذا صور ديال المدينة القديمة اللي كتشوفوها ديال سالة الحبيبة. نتفضلوا إخواني الكرام نشوفوا الشقق من داخل، وربي يجيب الخير. هاي مرة إخواني الكرام فيها اير بليس دو كما كتلاحظوا. الشارع الرئيسي، وهاد البلاصه بقات بلاص فير، بقى بحال شي جريده خضراء كما كتلاحظوا. ومن هنا كتواجد اخواني الكرام فكاين محطه القطار، يعني عندك واحد الخمسه ديال الدقائق من محطه القطار، وعندك واحد الاربعه ديال الدقائق الشاطئ البحر. وهنا هي هذه العماره، الباب الرئيسي اخواني ديال العماره هو هذا. باب العمارة إخواني الكرام هو هذا، هذا هو الباب الرئيسي. بيني وبينكم إخواني شقق ممتازين، بصا روعة، والباب هي هذه كتشوف الجهة الشرق. هذه سفلية إخواني الكرام كما كتشوفوا 78، كاين صالون بيت هو هذا، كاين كوزينة كما كتلاحظوا، كوزينة عندنا شارجم كيشوف الشرق، وعندها صالون كبير، صالون كبير 178 متر، عندها شارجم ديالها كيشوف اتجاه ديال القنيطرة، وعندها حمام، جوج ديال الحمامات إخواني الكرام، كاين طواليت رومي وكاين طواليت بلدية. وهنا هاد الكروغر هذا شوفوا شنو فيه، بيت هذا هو كذلك 3 شامبر إخواني الكرام. السفلي فيه 3 ديال البيوت وصالون وجوج ديال الحمامات، هذا في السفلي اللي فيها 78 متر. إذا اللي غيدخل راه غيدير إصلاحات ديالو، طبعا راه كاين شوية ديال الصباغة، الصباغة فقط. هنا كتشوف الشارع كما كتشوفوا، هذه هي الشقة السفلية إخواني أخواتي، من زاوية واحدة أخرى. 3 شامبر وصالون وجوج ديال الحمامات. هذه إخواني الكرام مقابلة معها، هذه مقابلة السفلية مقابلة معها، فيها 82 متر، 82 متر كما كتشوفوا حمام، وكاين حمام بلدي مع الدوش، دوش عفوا، وكاين بيت كما كتلاحظوا لي بلاكار ديالو، هذه فيها 82، الأخرى فيها 78. هي 3 شامبر، كوزينه كما كتشوفوا اخواني الكرام، شمشه كبيره تبارك الله ما شاء الله. وهنا كاين عاوتاني بيوت مشمشين ما شاء الله، كيشوفوا الشارع الخلف الجهه الغربيه، كلهم جاج وكلهم المنيوم كوليس، هذه فيها 81 متر. شقق ممتازة من ناحية العلو، خلاص تبارك الله عطي الارتفاع كما كتشوفوا شحال ديال الارتفاع. وهذا صالون كبير تبارك الله ديال الضيافة، هو الشمس كما كتلاحظوا
نهار كامل. هذه من الجهه، هذه سفليه، كاين جوج سفليات، واحده الجهه الغربيه وواحده الجهه الشرقيه، يعني عندك الشمس في العشيه وعندك الشمس في الصباح. نشوفوا الشقق الباقيه اخواني الكرام. هذه اخواني فيها 117، حتى هي سفليه فيها 117. لاحظوا معايا كيلعلو بزاف، يعني بلافون طالع تبارك الله ما شاء الله، يعني بروموتور او هذه المدرسه اللي هي رائعه، لان كاين ارتفاع كما كتلاحظوا اخواني الكرام. السفليه ديال الشمس كما كتلاحظوا عشيه كامله، هذه في 117 متر، حتى هي سفليه 117 متر اخواني الكرام. حمام قداش؟ حمام واحد اخر عاوتاني رومي، وكاين كوزينه لاحظوا اخواني هي هذه، وعندها باركو ديالها كيشوف عندها لاكور ديالها، هذا لاكور، هذا لاكور ديالها تبع الشقه اللي فيها 117 متر. هادو كلهم الاثمنه جد 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 مناسبه اخواني الكرام. هذه عاوتاني كاتر شومبر، اربعه ديال البيوت وصل متر. تبارك الله الصباغه ديال الامواج كلهم الشمس كما كتلاحظوا في العشيه. بلية دار بلافون ممتاز، يعني كاتر شومبر وجوج ديال الحمامات، كوزينه لاكور 117 متر. هذه عاوتاني فيها 83 متر اخواني. كاين حمام على الدخله، وكاين دوش وحمام، كاين طواليت، كاين بيت، وكاين بيت واحد اخر عاوتاني صالون. هذو الجهه الشرقيه عندك الشمس الصباح كامل عاوتاني. هذو كلهم اللي درت لكم دابا سفليات، دائما الجمال اللي فيهم هو مرتفعين يعني كبار. شوف كوزينه تبارك الله اخواني الكرام قداش العلو كيواصل، انا يمكن لك دير السده الفوق. على كل حال هذه راه كوزينه كما كتشوفوا، وعندها لي باركو ديالها، عندها باركو ديالها كيشوف حتى هي، عندها لاكور صغير، عندها لاكور ديالها صغير هو هذا، يعني فايسن كاع غادي يصوبوا ويدير ليه طبله تياكل، ولكن هذا راه صالون ماشي كوزينه تبارك الله. على كل حال لا بروميناج مازال دابا بروميناج ياك هنا اخواني. هذه فيها بروميناج فيها 107 ديال المتر كما كتشوفوا، الشقه شرقيه غربيه، عند الدخله كاين حمام، كاين تواليت، كاين صالون بسيجور ديالو، يمكن لي ندير يعني هذا صالون، يعني يمكن لي صالون بسيجور كبير هنا.